كما انطلقت صباح الاثنين من قنصلية العامة للجزائر في المملكة المتحدة عملية تصويت أفراد الجالية الخاصة بالانتخابات الرئاسية. عملية التصويت التي تستمر إلى غاية 7 من الشهر الجاري شهدت إقبالا معتبرا لأفراد الجالية في يومها الأول. هذا وخصصت القنصلية الجزائرية في لندن كافة الإمكانات لاستقبال الناخبين في أحسن الظروف لإنجاح العملية الانتخابية. انطلقت اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية بلندن على الساعة 8 صباحا بحضور جميع أعضاء مكتب التصويت وممثل عن المترشح الحر. وقد انطلقت هذه العملية في ظروف جيدة وسط تنظيم محكم، بحيث تم توفير كل الوسائل المادية والبشرية واللوجستية لإنجاحها. كجزائريين جينا نديروا الواجب تاعنا، لأن نظن كل شخص هذا الواجب تاعه باش يجي ينتخب، حتى ولا ينتخب ما ينتخبش يعني يدير ما يحال حتى واحد، بصح يجي ينتخب تسمى يدير الدور تاعه كجزائري في الانتخابات. اليوم الانتخاب كان واجب على كل مواطن، وجينا نديروا الخدمه الواجب تاعنا، ونتمنى ان شاء الله البلاد تكون مليحه، وهذا هو السبب اللي خلانا باش نجيو نفوتيو.